ميادة الحناوي بتظهر كأنها في العشرينات بعد عملية تجميل على يد الدكتور نادر صعب. أثارت صور متداولة للفنانة السورية ميادة الحناوي تفاعل كبير بين رواد مواقع السوشيال ميديا عقب إجراءها عملية تجميل على يد الطبيب اللبناني الشهير نادر صعب. ظهرت ميادة في الصور كأنها في عمر العشرين بحسب ما قالوا المتابعين بعد إجراء العملية ببشرة مثالية خالية من التجاعيد. وشارك طبيب التجميل نادر صعب صور لميادة الحناوي عبر حسابه الخاص في انستجرام. تظهر شكلها قبل وبعد التجميل، بعد كده رجع وحذف الصور دي، لكن بعد ما تم نشرها نزلها تاني ونشر صور تانية حول نجاحه في جراحة التجميل اللي بتخص مرضى تانيين. وكانت ميادة الحناوي أثارت كتير من التساؤلات في الفترة الأخيرة عقب ظهورها بعد كده ولما غابت سنين طويلة وبدأت أكثر نحافة، الأمر اللي اعتبره البعض إن هي بتعاني من مرض خلاها تفقد الكثير من الوزن، لكنها خرجت في أكثر من لقاء صحفي وقالت إن فقدانها للوزن بسبب الغذاء اللي بتاخده واللي بتقضى عليه، وقالت إن هي بتعمل يعني زي دايت وإنها غير مصابة بأي أمراض. وكانت ميادة الحناوي أحيت عدد من الحفلات الفنية في الفترة الأخيرة وأكدت إن هي مش هتعتزل الفن ولا هتفكر في الاعتزال حتى آخر نفس في حياتها، وإن هي بتعيش بدمشق وبتمارس حياتها بشكل طبيعي. ميادة الحناوي إحدى نجمات جيل الطرب الأصيل وحازت على لقب مطربة الجيل في أوج شهرتها، وكانت انطلاقتها عندما استمع إليها الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب في عام 1977 واتفق معاها على زيارة مصر لتكون نقطة انطلاقتها الفنية، وتعاونت في بدايتها مع كبار الشعراء والملحنين. ما اكتفتش ميادة إن هي تتعاون مع عمالقة الموسيقى، لكن قامت بأشهر الأغاني مع الجيل الجديد من الشعراء والملحنين، منهم الموسيقار سامي الحفناوي في ألبوم غيرت حياتي، وصلاح الشرنوبي في أغنيات أنا مخلصة لك ومهما يحاولوا يطفوا الشمس. حازت ميادة الحناوي بموهبتها إعجاب عمالقة الموسيقى، وقال عنها الموسيقار السنباطي: يسعدني كما بدأت حياتي مع أم كلثوم أن أنهيها مع ميادة الحناوي. وأعطاها لحن قصيدته أشواق ولحن لها رائعته ساعة زمن. والصورة دي لميادة الحناوي قبل وبعد عمليات التجميل اللي قامت بيها على يد الدكتور نادر صعب. والفيديو بيخلص، ويا رب يكون نال إعجابكم. أشوفكم تاني في فيديو جديد وحصري. باي باي.